طيب كابتن ناصر، هل اللي انا بقوله ده، كابتن ناصر عباس طبعا خبيرنا التحكيمي والمحاضر الدولي، كابتن ناصر ازي حضرتك يا فندم، هل الكلام اللي احنا بنقوله ده غلط؟ هل الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني ايه رأي حضرتك فيه؟ الو الو كابتن اسلام، كابتن ناصر، مرة تانية، الكلام اللي احنا بنقوله ده غلط؟ تمام كابتن اسلام، انت لخصت كل حاجة وانا بسمع حضرتك طبعا، وانت قلت كل حاجه بتلخيص جميل جدا جدا. يمكن انت قلت حضرتك الكلام اللي انا كنت هقول. انا هقول لك مفاجاه الاول، المفاجآت ماتش كتير سان النهارده، داونز. اتفضل. طبعا طبعا طبعا، يعني انا عندي اكثر من مفاجاه. طب اتفضل. في ماتش سان داونز حضرتك انت بتتكلم على ركله الجزاء بس بتاعه. مباراه السوبر الافريقي او السوبر الافريقي فعلا، اللي هي كانت اخيره ما بين الاهلي صن داونز، كان الهدف كل حكام هذه البطوله كانوا هيبقوا من الحكام البروفيشنال اللي هم المحترفين، اللي هم الاتحاد الدولي الاتحاد الافريقي النهارده بيعتمد 20 حكم محترف. لو رحنا للمباراه دي هنلاقي التعيين حكم من بنين اللي هو لويس، ده مش موجود في حكام النخبه ولا حكام المحترفين. وده السؤال اللي حضرتك بتطرحه، ازاي ادار هذه المباراه الصعبه اللي هي كانت موجوده هناك اياب نصف نهائي، وكان ركله جزاء كابتن اسلام، ولو هنفتكر ركله جزاء لبيرسي تاو اللي الدفع كان بالايدين كانت واضحه جدا جدا جدا، ما حسبش وكان على تقنيه الفار ماريا ريفيت وعادل زورات من الملعب. انا بس بوريك المعايير في تعيين الحكام، واخدين قرار بان اللي هيلعب البطوله ديت الحكام المحترفين اللي هم 20 حكم محترف، فوجئنا ان في حكم مش من ضمن ال 20 بيدير هذه المباراه. هرجع لمباراه منتخب مصر وجوبيت، زي ما حضرتك قلت كده وفصصت وقلت كل حاجه جميله. العرف او مش عارف، احنا بقالنا 30 سنه 40 سنه ما بيديرش حكام تصفيات كاس العالم الا الحكام اللي عندهم خبرات. يعني لابد ان يكون عندك مهما كانت الماتش سهل. كابتن انت ما عندكش تقنيه الفار، زي ما حضرتك قلت انت لخصت كل حاجه، ما عندكش تقنيه فار. تحط حكم 27 سنه من جنوب افريقيا فيكتور جيميز نائب رئيس لجنه الحكام في افريقيا زي ما حضرتك عارف، واعتقد ان فيكتور جيميز هو بيعمل كل حاجه. حضرتك عاوز تصارع الحكم او تقف مع حكم او تساند حكم، بس مش على حساب البطوله، لان في حكام عندهم خبرات كتيره زي ما حضرتك قلت. الحكم المالي بوبو تراوري اللي هيدير مباراه الجزائر والصومال هي نفس المباراه، حكم عنده 43 سنه ليه خبرات كبيره وادار مباريات كبيره جدا في دوري الابطال وتصفيات كاس امم افريقيا. النهارده انت بتجيب حكم 27 سنه. انت قلت حاجه جميله جدا يا كابتن اسلام، المشكله مش هنا، المشكله ان عندنا دوري اللي جاي دوري الابطال بهذه المعايير. لا، في خوف كبير جدا جدا من التحكيم لان مفيش معايير. خلي بال حضرتك يا كابتن ناصر، خلي بال حضرتك، في دوري المجموعات انت بتلعب بدون فار برضه. بالظبط كده. يعني عندك دوري المجموعات، دوري المجموعات، دوري ابطال افريقيا يعني. ميدياما اللي هو المباراه الاولى اللي هتكون هنا عندنا في القاهره، اللي هو حكم بوبي تراوري بردك اللي هو هيدير مباراه المنتخب الجزائر والصومال، هو اللي هيدير مباراه الاهلي عندنا. في مباراه افريقيا يانج عبد العزيز بول حكم الموريتاني. المعايير مش واضحه ومش لامسين وضوح في التطوير التحكيمي في افريقيا يا كابتن اسلام. واهم حاجه والمفاجاه ان احنا عندنا لعبنا ثلاث ماتشات او اربع ماتشات الفار، مباراه اتحاد العاصمه وسيمبا وسان داونز، اخطاء تحكيميه كبيره جدا جدا على الرغم من وجود الفار. ما بالك ان احنا هنلعب مباراه بدون تقنيه الفار وسط هذا الاداء اللي هو اعتقد اداء ضعيف جدا تحكيميا. كابتن والنبي معلش سؤال اخير، وانا دلوقتي ينفع حكم عنده 25 سنه يخش قائمه دوليه؟ ينفع ولا لا؟ ينفع طبعا كابتن اسلام، هو ينفع طبعا ينفع. ولكن هو المشكله مش في القائمه الدوليه، المشكله ما عندوش خبرات يا كابتن اسلام، لم يدير هذه المباراه الكبيره. هم اعتمدوا على شيء واحد بس، ان مباراه مصر وجوبيتي مباراه سهله. لا، ما هو الجزائر والسنغال، الجزائر والصومال ما هي سهله برضه. بالظبط، ما هو على الورق ما فيش ماتش سهل، ولكن انا بتكلم على الورق. على الورق ولكن هنا كابتن الاخطاء التحكيميه بدون تقنيه الفار هتبقى يعني في مشكله هتحصل يا كابتن اسلام. لو النهارده الحكم ده فيه خطا تحكيمي حصل وما عندوش تقنيه الفار، واحنا ما نضمنش، خلي بالك على الورق ولكن في الملعب ممكن المباراه احيانا بتبقى صعبه. المعايير يا كابتن اسلام، انا بقول انت قلت حاجه جميله جدا،
انت بتنظر للمستقبل اللي عندنا دوري الاهلي يتدرج تماما تماما تماما. مش بس الاهلي، فيه فرق كتير بتتدرج، ولكن احنا مش لامسين حاجه واضحه جدا. وانا بتكلم بامانه، 12 عضو في لجنه الحكام يا كابتن اسلام، او الرئيس ونائب الرئيس، وعندنا 12 عضو. للاسف والتحكيم في افريقيا ما زال حتى الان يعاني، وفي مشاكل كتيره جدا في التحكيم. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر، كابتن ناصر عباس الخبير التحكيمي والمحاضر الدولي، شكرا جزيلا على كل هذه الكلمات، وربنا يستر على ما سيحدث خلال الايام القادمه.